ولادي يا بعد عمري ولادي يا موطن عزتي وفخري إماراتي وفديت اسمك وسام انحط على صدري عمري 26 سنة. أهلا فيك. أهلين. بداياتي جيت الإمارات مواطنة مغربية وعايشة في الإمارات من 2013. الحمد لله كان أول مشروع عندي شوي أزياء، دخلت في مجال الأزياء. حلو. بس بعدين ما شفت الأزياء مش من لا فشفت الجمال، ومع ان احب الجمال اكيد لانك جميله طبعا. شكرا. فقلت افتح مشروع اللي هو صالون. شيء دوله الامارات فيها اهلي. حلو. وبعدين حسيتها بلدي الثاني، نفسها أكيد. نفس المغرب. أكيد. والامن والامان، ما في دوله ثانيه غير الامارات. أكيد. الله يحفظنا الامارات ويحفظ فيه خير. صالون التاج كوين. صالون فيه جميع الخدمات ويمثل المغرب. أكيد. يعني مغربي. أيه مغربي. مغربي على حلو. فيتوفر لدينا كل الخدمات اللي تحتاجها اللي تحتاجها كل تقريبا صفة خاصة شوية الخدمات وكيف تستخدم البرودكتس وهي الاشي تبعكم. عندنا مثلا حمام مغربي. حلو. ضروري يكون حمام مغربي أيضا. أكيد. وعندنا شعر، متخصصين في الشعر وحنا كل شيء يخص بالمرأة. HA اللي هو منتج أمريكي. حلو. ويكون طبيعي. حلو. تقريبا كله طبيعي 100%. كل البرودكتس عندك أورجانيك ولا بس؟ كلهم أورجانيك. حلو. وزيادة على هذا شيء أجيب أشياء من المغرب طبيعية، نفس أرجان معروف عند الجميع، وأحاول كل شيء يكون طبيعي عشان الواحد ما يتأذى خلاص يعني. أكيد. فالحمد لله. من ناحية الخدمات عندنا مثلا في الشعر كل فئات الشعر، السشوار، عندنا الاكستنشنز، الصبغات، من احسن أيوة. جميع انواع القصات والصبغات، من احسن صبغات عندي. الصبغات كمان عندك اورجانيك؟ حلو. جي اف فرنسية. حلو. فمن احسن الصبغات. اكيد. وال بخصوص الميك اب، الميك اب اي عندي ارتست ميك اب. حلو. وانا كمان اشتغل في الميك اب. حلو. فعندنا العرايس والحفلات عاديه، اعياد ميلاد، يعني جميع انواع الميك اب. كوين اللي بيميزه اني جبت كل برودكت ووفرت اي شيء، كل شيء غالي بس مناسب لكل فئات، مناسب يعني البنات اللي في في اي بي اللي عندهم واللي ما عندهم. حلو. يعني اي وحده تقدر تدخل صالوني. يعني انت بتركزي على الاسعار والكواليتي بنفس الوقت. ايوه. حلو. عشان يكون كل شيء متوازي. وعندي شغله ثانيه اللي هي الهوم سيرفيس. حلو. فأوفر مثلا البنات اللي ما تقدر تطلع، اللي عندها مشاوير، يعني
عندها طلعة، عندها حفلة، أوفر عليها مواصلات وباركينج وهاي، وأترش لها البنات يشتغلوا لها. قلنا هذا أكيد فيه حلو، فأحاول مرة في الشهر يكون عروض حلوة ومناسبة، والأسعار ممتازة، يعني أي واحدة تقدر، اللي تشتغل واللي ما تشتغل تقدر تدخل. أكون يعني امرأة تشرف دولة الإمارات وتشرف المغرب، ويكون عندي فروع أكثر، أكون أسعد للنساء إن شاء الله يا رب، أكون مثل يعني للمرأة، كمرأة كجمال كأناقة. دولة الإمارات خيرها مو بنساها طبعا أكيد، وهي اللي خلتنا نسوي أي شيء، يعني كانت بتسهل كل شيء، يعني بلد تقدري من لا شيء تصبحي يعني شيء أكيد. كبير في كل شيء تمنيتيه في حياتك في هالبلد. أكيد. أكيد. اول شيء توفر لك الامان كأنتي بنت اكيد في غربه، الامان والامان اكيد، فيعطوك حافز، لا حكومه لا شعب، يعني كان تقدر تحققي كل احلامك في هالبلد، يعطوك الاساس اللي هو الامان اكيد، الامن الدوله الوحيده اللي فيها امن وامان اكيد اكيد، الله يديم الامن والامان، اشخاص في اهلي وناسي وكلهم احب اشكرهم، وان شاء الله مثل ما وقفوا معايا يكملوا معايا، وارد لهم. بيشو اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. حابين تخبرنا شويه اكثر عن الخدمات الموجوده بصالون ريتاج كوين؟ بالنسبه للخدمات طبعا ممكن انا مش هقدر ادي صوره كفايه زي ما مثلا اسماء كانت ادت صوره توضيحيه اكتر يعني، بس انا اكتر حاجه ممكن حبيتها في المكان فعلا هي دوله اماراتيه اكيد، بس فيها اللمسه المغربيه، بيبان في حاجات كتير زي الديكورات، الستاف طبعا اللي شغال، الخبره، لاحظت كتير من الكومنتس اللي بتتحط على الموقع، في كتير بيشكر في الحمام المغربي بطريقه معينه، البرودكت اللي موجوده في المكان، حسن الاستقبال، الضيافه اكيد، السهوله في المواعيد، في حتى لو خدمات بره المكان بتكون الخدمات يعني في وقتها ما بيكون في تاخير بالظبط. يعني حتى كمان بلاحظ من الكومنتات اللي بتقال او التعليقات ان ممكن فكره معينه بتبقى مثلا جايه بيها اكيد، مع المناقشه مثلا اقتراحات ممكن تغير وجهه نظرها تقتنع بحاجه تانية، مش بس كده لا، بلاحظ كمان بعد الحاجه بيبقى لا في شكر، يعني بيكون في شكر في فعلا كنت صح المكان او إيه؟ فده يمكن لفت نظر ان اللمسه المغربيه موجوده في المكان بطريقه كويسه، الستاف اللي شغال بيكون اهم حاجه بيحاولوا كحسن استقبال او راحه الكاستمر نفسه، فدي حاجه بتلفت نظر كتير، لكن كبراند وحاجات اكيد طبعا اسماء اتكلمت عنها بشكل واضح. داعم كتير لأسماء، الفكرة مش فكرة ان مثلا ممكن سهل جدا، طبعا احنا زي ما اتكلمنا الحمد لله يعني احنا في دولة كلها دولة قانون، فبيبقى الامور سهلة جدا جدا انك تستثمر او ففي عوامل كتير بتساعدك في الموضوع، مش من الصح انا من وجهة نظري او ممكن من الخبرة ان ممكن الواحد يفتح فرع او اتنين بسرعة على قد ما يكون في خطط فعلا زي ما انت قلت دلوقتي، بس نشتغل عليها ازاي كويس، يعني مثلا لازم يكون في خطط
قبل مدروسة كمان مدروسة. لازم اهم حاجة مدروسة وعلى حسب كمان الطلب والسوق والكلام ده. فبالنسبة للصالون يعني احنا ممكن مثلا رحنا راس الخيمة حاولنا نشوف كأمارة تانية نفتح فيها نفس فرع، فبرضو العين، فبنحاول دلوقتي بندرس كداخل الامارات. اسماء عندها طبعا فرع في المغرب، والفكره الجديه اللي احنا ممكن مثلا فعلا بنسبه 80% واخده يعني تفكيرنا اللي هو في امريكا مثلا، في فرع في امريكا. ليش فكرت في امريكا بصفه خاصه؟ اسماء دايما سفرها بيكون امريكا، ويمكن في فرصه يمكن في خلال كم يوم هتكون هناك ان شاء الله. يعني في هناك حبه من ناحيه طبيعه المكان هناك، وفي كعلاقات هي طبعا دايما بتكون هناك باستمراريه، ففي علاقات كتير هناك، فممكن نسبه نجاح كمان هتبقى ان شاء الله نتمنى يعني. بس اتمنى طبعا يعني قصه انا كمثلا انا او اسماء نقدر نتكلم عن المكان او نشكر في المكان، طبعا ده مش هيكون لي اي معنى على قد ما الكاستمر نفسهم هم كمان اكيد. فانا حتى كلامي معاكي في الاول مش كرؤيه مني انا، بس بشوف التعليقات او بهتم كتير. يمكن انا خارجيا بقدر اهتم بالمكان، لكن طبعا داخليا اسماء هي اللي بتكون مكتسبه. فيها تقولها يعني شاب يعني مثل أي شباب بحلمه إنه يكبر ويكون يعني شيء كيف تقول يعني شيء حد يفخر إنه يتعرف عليه أو إنه حد أو ما شاء الله أكيد إنه فخر بشرف إنه تعرفنا عليك يعني. خلاص والله شوي ننتقل لأستاذ أمين. يا نفس الشيء بدنا تعريف بسيط بين تعريف أمين يعني شاب في مقتبل العمر يبغى يطور من نفسه، يبغى يكون شيء في المجتمع. بس اللي لاحظته يعني بوجودكم ما شاء الله شخصية جدا هادية وشخصية جدا كوميدية يعني هنا. كيف اتفقتوا؟ كيف التقيتوا؟ والله نحن التقينا من ايام الدراسة زين موجودين بعد من ايام نعم. فمرات يعني يوم نتقابل يوم كبرنا وكل واحد يعني صار عنده شيء في حياته، فاتفقنا ان نسوي مشاريع لان في توافق بيننا، في توافق في الافكار في وايد اشياء، ففكرنا ان نطور من نفسنا وايد من جهه توافق. فالحاج امين يعني غير الواقع اللي احنا عايشين الحين يعني برا الكاميرا شيء ثاني بختلف، عرفت كيف؟ وبعدين ما شاء الله شخصيته متجزئه اكثر من جزء، يعني ممكن تلاقيه بين في البزنس شخص ثاني انا ما بقعدني معه. لا هو انا لاحظت يعني انا لاحظت انه مستحيل يقعد معه على نفس الطاوله لانه بتخرب القاعده. بتقلب بدل شيء جدي او شيء بزنس يعني مثلا جيت مثلا انترفيو مثلا مع حدا بطلع برا مش ما بتقدر تتحمل. اي نعم، لان في اشياء اللي تكون واقعيه اكثر وجديه. احنا نكمل بعض اليوم يعني يوم الانسان يكون انه جادي يعني سيريز وايد، فلازم حد لا يعني حد لازم يكمله. يوم انت تضغط وايد الانسان اللي قدامك فهي هو دوره شو انه يضحك انه يكون يعني هو نفس ما مثلا نحن مسوين انترفيو حق شخص معين، فانا بكون معاه سيريز وايد لدرجه اني بحاول اطلع منه اشياء يعني بجديه، فهو يوم اشوف ان هالانسان هذا انا اباه وما اقدر اجيبه صوبي فيتدخل هو، فنحن نكمل بعض يعني كبزنس. لما جينا بدنا نعمل شغل كيف بدا الموضوع؟ الموضوع بدأ انه فعليا كالتزام في وظيفة محددة صعب بالنسبة لبعض والتزام في لبس معين وينفورم واشياء زي هيك، صراحة الموضوع صعب شوي. بعدين انه صراحة الراتب 10 شهر بيخلص خلص هذا يعني هذا الطبيعي بحياة اي موظف، بضل في ليميت معين لاي شخص بالضبط. فبتجيك فترات او احيان يا اخي طب ليش ما يكون عندي مصدر دخل اصرف فيه بدون ما افكر؟ صحيح بدون ما افكر انه لا انا باقي لي في الشهر 20 يوم، باقي لي في الشهر 10 ايام، 5 ايام، طب انا بدي اسافر في الصيف لازم احوش بين الحين الى اخره، فلازم يكون في دخل. فانا فعليا واحد من الناس ما فكرت في المشروع صراحه. هو اللي فكر فكر وجرني معه. فكرتي في الموضوع ان الانسان يوم هي شبيهه للفكره مالته،
بس انك ما تتم على راتب معين، ان تشوف الحياة مثلا، تشوف نفسك انك في البزنس ممكن تستفيد، ممكن تخسر بس ممكن تستفيد اكثر ما تخسر. اما يوم تكون مثلا في شركة معينة او في دوام معين، فهذا الدوام بيخليك في نفس المكان، ما بيخليك انك تشوف حياتك كيف بتستوي، او مثلا انت عندك طموح تبغى توصل له او احلام تبغى تحققها. هي نعم، انا بك تكميل الشخصيه كيف اجت. يعني حاليا انا واحد من الناس مستحيل تقعديني مع عمار واخلي الموضوع سيريس، مستحيل. مثلا دخلنا مع اي حد، عامل مش عامل، توي جديد جاي، مستحيل. مهما كان انا انسان، انا اشتغلت موظف وكان في فوق مدراء، فكان في احتياجات عندي انا صراحه ناقصاني من مدراءي. يعني مثلا انا التشيل اللي كان ناقص واللي حسيت انه عوضته في الناس، لانه فعليا صراحه تعاملي مع معاهم وحبهم لي غيرهم، بحبوه على عيني راسي، بس بطريقه مختلفه يعني، واحترام كل شيء. بس بقول لك ريسبكت خلاص، انه امين موجود، في موجود في شديه في الموضوع، في شيء امين موجود في الشغل خلاص ستريت، امين طلع زي الموضوع المفروض له يعني. لا يعني انا قاعد اعالج الموضوع امبارح، شاف الكاميرا يعني يوم مثلا اروح البيت اطالع الكاميرات فاعرف كذا كذا حد. انا بقول لك يعني لا، شوف هو يتعالج قدامك انت في البزنس، الا تكون دارس جدولك ودارس مشروعك ودارس التيم اللي عندك. يعني ما تقوم انك تسوي تكون سيريز وايد، الانسان بينفر منك وبيروح، بيخليك البزنس فاضي. او مع بعض ولا مع بعض؟ فاول شغله كنا ابتدينا فيها كان كافيتيريا، كافتيريا صغيرة. هي نعم، فالحين استوت مطعم اللي هو سكاي سكيبر، مطعم وزودنا عليه يعني كوفي. هي نعم، فقبل كانت فكرة صغيرة ومش مكلفة وايد، يعني ما تكلف فلوس وايد، فالحمد لله طورت الموضوع. احنا قلنا نفكر ان نسوي هالشيء هذا بنشوف اذا ربحنا اوكي، وكان يعني هالكلام هذا كان قبل يمكن تقريبا 3 سنوات يعني من زمان. هو اصلا فود ما كمل 3 سنوات، بس قبل هيك كان في اتوقع لك مشاريع. قبل كان عندي انا خبره في يعني في البزنس مع اهلي اول شيء، يعني كنت هم اللي ساعدوني اني مثلا ادخل المجال البزنس. يعني كنت انا واهلي مثلا، عندي اختي هي يعني رائده في مجال البزنس، فهمتي؟ فتميت ادخل معاها شوي شوي، يعني اتعلم منها وايد اشياء، كيف تدير البزنس مالها، كيف تتعامل مع الشركات مثلا، وايد اشياء. فحبيت الفكره، فعقبها انا داونت في مكان، فحصرت نفسي اني ما اقدر اعطيها المكان هذا، فهمتي؟ فانا كان مجالي اول شيء سيارات، حلو، انا عاشق للسيارات، فكملت في مجالي، اخذت اكسبيرينس من كذا شركه، وحاولت اني اسوي محل سيارات مثلا نفس ما تلميع وشي. فالحمد لله توفقت في محل شراكه مع ريال، الحمد لله ماشي الموضوع وشي. الحين قاعدين نسوي تجديد للمحل للشركه، وبعدها كنت سويت مع الاخ احمد، كنت سويت معاها لها الكافيتيريا الصغيرة، لأن شفت مجال البزنس أن الكافيتيريات أو مجال المطاعم هو الشيء اللي ناجح. يوم تكون أنت بزنس مان، أي نعم، يوم تكون بزنس مان وتبى تسوي مشروع، فلازم تشوف السوق كامل شو بيحتاج السوق. الناس مستحيل أن تستغنى عن الأكل والشرب، مستحيل. وفي عندنا مثلا في دولة الإمارات مستحيل ان الناس يستغنون عن السيارات، اكيد. يعني في فئة من المجتمع يعني تعتني بالسيارات، بتحاول انه انت تدخل فيه هو يكون شيء مطلوب بالسوق، المطلوب مثلا نفس الصوالين، نفس يعني اشياء اللي ما تقدر الناس تستغنى عنها، فهذه هي اللي تقدر تحاول انك تحط فيها نفسك، صحيح، عشان تستفيد اكثر. احنا عملنا دمج، يعني هو حب للسيارات وانا حب من الاطراف، كان عندي مخبز. انا لسه بدي اسالك عن فكره المطاعم. يعني شوفي، انا كوراتي موجوده، احنا ما شاء الله عندنا تقريبا 22 مطعم مخبز، عرفت علي كيف؟ هذا موجود، يعني هذا موجود، شيء موجود من اول من البدايه في العائله، يعني موجود موضوع مخابز وهالموضوع موجود، بس كفكره مطعم كيف جديده كانت؟
كتحدي كان جديد. عرفت كيف؟ وكبس احتياجات المطعم صراحة أنا ما توقعت إنه يكون في هالليفل. إنه يوصل لهالمرحلة. لهالليفل لا مستحيل. أبدا. لأنه أنا طال نص الوقت كنت آكل لحالي. لا وأنا بقول لك ليش أنت ما توقعت، لأنه هو يعني بنظرتك للحياة يمكن إنه هو إشي بسيط خلص، أنا بدي شيء اليوم يمشيني بكرة يمشيني بس مش مشكلة. هاي فكرة المقابل. بس هو فعليا لما أنت تطلع لقدام عملت شيء صغير وكبر هذا بحد ذاته نجاح. يمكن هلا نبغز يعني إحنا. يمكن هلا صار تفكيرك لقدام أكثر إنه أنت بحاجة شيء أكثر من هيك. كلام سليم. فأقول لك يعني مثلا حاليا أنا أول مشروع يعني فتحته بتعاون مع أبوي مع الوالد. كان مخبز لا يتعدى حجمه 6 × 7 تقريبا مع المطابخ، يعني ما كان فيه حتى مكان تقعد فيه. الحين ما شاء الله المخبز 4 فروع الخاص فيني. عرفت كيف؟ ما شاء الله. لما حكيت مع عميل في الموضوع حكيت له يا اخي المخابز شوي شغلها بدا يصير داون. في عقود خارجيه بس معظم العقود الخارجيه كان اقول لك اكل مش خبز. مش خبز. اوكي احنا في المجتمع الامارات الخبز ما في غنى عنه. اكيد. بس سعر الخبز غير سعر الوجبه. اكيد. عرفت كيف؟ في الكروست. فرق بين الربح حقيقه يعني خلينا نحكي في شيء واقعي، في فرق بين انك تربح شيء بسيط من كلام سليم. في فرق انه انت تربح مبلغ طبعا الكوست والمتطلبات بتاعت البلديات زادت كتضحيه مشانها ضحينا في المشروع الاول تبعنا اللي هو الكافتيريا. اها. ضحينا باول شيء بدينا فيه وكانت مخاطره جدا كبيره. مخاطرة مش من جهة انه خايفين انه ما يتطور او ما لا بس انه شيء بلشتوا فيه. عرفت كيف؟ انه قلبك وجعك لما تخليت عنه وبعتيه. عرفت كيف؟ يعني حتى الحين بتمرقي وتشوف المكان انتوا شلتوه يعني تخليتوا عنها مش هيك المتطلبات المدينة بطل صار فيها مثل زمان، يعني زمان كان في تجلسي قاعدة قدام تجلسي وتاكلي وتشربي بعدين تروحي. اليوم لا ممنوع تطلع عن مساحة محلك. مثلا الزباين لما كانوا يجوا كان في فئه معينه احنا مركزين عليها. عرفت كيف؟ حاليا بشكل عام الكل بيقعد في المطاعم. اكيد. عرفت كيف؟ ركزتوا على كونه مقهى اكثر من كافيه اكثر من مطعم ولا؟ بالنسبه لي وبالنسبه له؟ بالنسبه للتنين؟ لا انا بالنسبه لي مطعم مو كافيه. هو بالنسبه له كافيه. انا كافيه. خليني اسالكم التنين اول شيء ليش بالنسبه لك كافيه اكثر؟ لا مطعم لي اكثر. مطعم لي اكثر عشان انا كنت اصلا قاعدين بهذا المجال وشايف المتطلبات. عشان ما اشتريش من برا. اوكي لا بوجهة نظرك ليه؟ بوجهة نظري انا يعني الكافيه الحين الناس كلها قامت ترتاح في كافيه، ما ترتاح في بيتها. صحيح. تاخذ البرايفتسي مالها في الكافيه. والناس مثلا نتكلم عن كافيه فيها نشاط شيشه. فالشيشه هذه يعني تكون هي الشيء اللي ما يقدرون يستغنون عنه فئه كبيره في المجتمع. صح يعني الناس حتى اكثر مكان الاشخاص ترتاح فيه زي اللي بيكتبوا زي اللي بيقرأوا زي اكثر مكان بيرتاحوا فيه هو الكافيه. بلاقوا انه مكان فيه عزله شلون ممكن واحد يقعد فيه لحاله صح ويقرا ومن غير هذا كله يعني شيء اللي هو مربح أكيد. اللي اشوفه انا يعني مربح جدا اكيد. فعشان كذي انا يعني مجال يعني بتمنى لكم التوفيق. امين يا رب. امين. وان شاء الله من هالمجال لمجال اكثر ومن هالمجال ان شاء الله اكبر ان شاء الله ان شاء الله. خليني اسالكم عن خططكم المستقبليه بالنسبه لكل شخص فيكم. كل شو بالنسبه لك استاذ امين كخطط مستقبليه في وايد صراحه يعني شو في شيء قريب خلينا نحكي على المدى القريب يعني المدى القريب صراحه ابا معه راح ياكل اكل هو الصراحه شوفي الاول انسان يوم يقرر انه يبتدي مع شخص اللي هو متاكد منه صح. واللي هو يعرفه معرفه جديه ف ما عندي مشكله اني اكمل معاه ونطور المشروع ليستوي براند اكيد ان شاء الله. فنحن نبغى هذا المكان يكون براند لان عندنا وايد اشياء يونيك مثلا عصايرنا يونيك والكوفي مالنا يونيك ما تحصليها في مكان ثاني يعني اكيد يعني عندنا براندات خاصه حقنا. صراحه ابغى اشكر الشيخ محمد بن زايد كرقم واحد في الدوله وما انسى سيدي طويل العمر رئيس الدوله الشيخ خليفه الله يحفظه ويشفيه وابرسل يعني شكر لكل حكام الامارات السبع لانهم صراحه يشتغلون عشان يا مواطنين يا وافدين انهم يكونون في راحات وفي في امان دايم والله يطول بعمرهم و الله يحفظ البلد هذه ويتم دائما ان شاء الله الشيخ حق بن زايد خصوصا والشيوخ عامه
انه فعليا انت في بلد غير كل البلدان من جهه يمكن الناس غافله عنها انه ما في فرق بين المواطن والوافد. صحيح هذا له تسهيلات اليوم من كل له حقه نفس الشيء بالضبط. انا دارس وانا مولود ودرست وكبرت واشتغلت وتعلمت في نفس البلد وما حسيت اني في يوم انه هي مش بلدك مش بلدي. في يوم انه يعني لدرجه انه فعليا انا بلدي ما دخلت غير مرتين عرفت كيف؟ مش لانه مش قادر اروح لا فعليا انه هاي بلدك هذا الاساس يعني انا عايش هون ومتولود هون وكل اهلي هون الله يطول بأعمار شيوخ هالبلد وحكام آمين يا رب البلد وكلنا جنود هالبلد آمين ومستعدين نضحي بحياتنا عشانه. صراحة أنا بشكر وايد ناس في حياتي بس في ناس سووا فرق في حياتي وايد اللي وقفوا معاي اللي وقفات ما أقدر أنساها يعني غيروا هالإنسان 180 درجة أولهم أختي طبعا وثاني شيء دعوات أمي بس الحمد لله على لقاء طيب هم هذه الأم الأساس.